رح ننتقل لسؤال صفحتنا، صفحة بيتكم معامر على الفيسبوك، ونشوف شو السؤال لليوم. السؤال بيقول: ما رأيك بالصداقة الافتراضية التي تنشأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وخلينا نشوف المشاركات. غفران بتقول: ممكن تتحول من صداقة افتراضية إلى صداقة واقعية، لكن لابد من التعامل بحذر إلا إذا قابلت الشخص المصادفة. تمام. امتقدين بتقول: ممكن تصبح صداقة قوية بس مع أخذ الحيطة والحذر. الصداقة ما بتصير إلا إذا تعرفت على الشخص عن قرب، وبتعرف مين هو، وبتعرف أخلاقه، كيف بيفكر، لأنه الصديق كتير له دور بتأثيره على طبيعة وتفكير الشخص. فعلا، لأنه الصاحب ساحب زي ما بيحكوا، بننتبه مين من صادق. فاطمة صبيح أم الحسن بتقول: ممكن تصبح علاقة صداقة قوية بس مع أخذ الحيطة والحذر، لأنه الصديق صدوق والصاحب ساحب. صحيح. هاي كانت مشاركاتكم مشاهدينا الكرام، وندير بالنا فعلا مشاهدينا الكرام، مرات بصير علاقات صداقة والأفكار بتصير أفكار متشابهة، يعني مثلا فعلا أنا بحب هاي الشغلات وأنت بتحبي هاي الشغلات، والله أفكارك زي أفكاري، نحن كتير قريبين من بعض، وبعد هيك مرات بتصير ممكن تدينيني، ممكن تبعتي لي، عندي حافظة إلكترونية ابعتي لي أنا صديقتك، وممكن بالأخير ما تكون صديقتك، ممكن يكون في نصب واحتيال. فديروا بالنا إذا صار في صداقة افتراضية، حلو تتعرفي على هاي الصديقة على الواقع. طب بما أنه أنا بعرفك وصرنا نعرف بعض، إذا نحن بنفس البلد خلينا نشوف بعض، خلينا نتقابل. يعني سبحان الله، كان السفر هو البين معادن الأشخاص، مش الصداقة الافتراضية، لأنه بالسفر أنت بتعرف معدن صديقك الحقيقي بكرمه، بشهامته، بعفته، بمخافته لله عز وجل. أما عن الصداقة الافتراضية، إذا ضلت عن بعد فخليها افتراضية بحدود السوشيال ميديا. ما تتعمقوا، ما تداينوا، ما تخوضوا بتفاصيل، ما تبعتوا صور لو كانت صبية، أنت ما بتعرفي هي صبية اللي بتحكي معك ولا شاب اللي بيحكي معك، لأنه كلها غيبيات، كلها افتراضية. شفتيها على أرض الواقع، وكانت علاقتكم بعد طلعتين ثلاثة أربعة صار في مواقف حسيتيها فعلا ونعمة الصديقة، هون تحولت الصداقة الافتراضية لصداقة حقيقية وواقعية. مشاهدينا الكرام، لهون انتهى مشوارنا في بيتكم عامر. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا زي ما انا استمتعت بصحبتكم. اكيد نلقاكم على خير غدا ان شاء الله. نترككم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الى اللقاء.